باور ريفريز أداء الحكام كان أكتر من رائع وهو فخور بيه جدا. بالنسبة لكأس أفريقيا، في مصر قدرت تاخد 37 مباراة، منهم 7 مباريات كحكام ساحة وبرضو حكام فار. قدرنا إن احنا ندير المباراة، أو إن قدرنا إن احنا ندير البطولة في الافتتاحية، في نصف النهائي، ربع النهائي والنهائي. النهائي كان فيه كابتن عاشور، وهو يأمل إن يعني مشجعين كرة القدم يكونوا مبسوطين زي ما هو مبسوط. I believe so. So, هو بيعتقد طبعا ان هيكون في تواجد لحكام مصريين في كاس العالم ان شاء الله. هو بالفعل هم بداوا يحضروا لكاس العالم، واتبعت ل 12 بلد في افريقيا منهم مصر، ومصر كانت البلد الوحيده اللي اتبعت لها ان يروح هناك حكمين لتجهيزات كاس العالم. فهو ان شاء الله بيامل ان يكون في تواجد لحكام مصريين في نهائي كاس او في كاس العالم. One of our objectives. من أهم أهدافه إن هو يطور التحكيم في مصر، وإن هو ينقل خبراته اللي هي عنده. فهو بيحاول على قد ما يقدر إن هو يسهل الأمور على الحكام، ويساعدهم إن هم يتطوروا، ويساعدهم إن هم ياخدوا من الخبرات اللي عنده. Egypt Cup final is a big... هو طبعا بيأمل أو يعني بيأكد إن هيكون بيزيرها حكام مصريين، ومبسوط إن الدربي ده هيكون ما بين أكبر ناديين ليهم تاريخ عريق اللي هو الأهلي والزمالك. برضه مبسوط إن هو هتكون بتقام في دولة شقيقة وبتحاول أو في طريقها إن هي تطور كرة القدم عندها. طيب، إذا كلام أكيد أن مباراة نهائي كأس مصر ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك ستكون بتحكيم مصري زي ما حضراتكم سمعتوا من رئيس لجنة الحكام، أعتقد شيء جيد. طبعا لازم، وده حق ليهم طبعا بعد المستوى الكبير اللي احنا شفناه، ولازم ده نهائي كأس مصر لازم يكون بحكام مصريين.